نكمل كلامنا عن منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة اللي عمل ريمونتادا عظيمة في الدقيقة الأخيرة في المباراة اللي جمعته مع منتخب جزر الفاروق في الدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة اليد والمقامة في كرواتيا. المنتخب اتأهل لقبل النهائي في بطولة العالم للناشئين. التفاصيل هنعرفها أكتر مع الكابتن على التليفون عمرو صلاح أمين، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد واللاعب الدولي السابق. كابتن عمرو صباح الخير عليك. صباح النور، ازيك يا منى؟ أهلا بيك. خلينا نتكلم بقى عن ازاي احنا قاعدين في أمانة الله وفجأة لقينا الماتش بيتشقلب والولاد عملوها بشكل خطير. والله هو طبعا الماتش أولا جزر الفاروق فرقة محترمة كانت ماشية معانا جون بجون من أول الماتش، وبعدين فرقوا وبعدين جون بجون وبعدين رجعوا فرقوا ثلاثة في آخر 72 ثانية. ولكن إحنا الطريقة اللي اتغيرت في الدفاع، إن لعب طلع الجهاز الفني طلب من اللعيبة يلعبوا دفاع مفتوح مان تو مان بطول الملعب، دي أدت المنتخب فرصة إنه أربك حسابات المنتخب جزر الفاروق، فابتدوا يبقوا بكرة بيخسروها. في نفس الوقت حراسة المرمى يوسف وليد بصراحة قفل جون فاست بريك وبينالتي، فطبعا دي عملت الفرق. الماتش اتقلب، فبالتالي احنا لما تعادلنا في اخر 72 ثانية ادت الولاد دفعة قوية جدا نفسية مع استكمال الطريقة اللي كنا بنهاجم وندافع بيها في الخمس في الاشواط الاضافيه، دي ادتنا الادفانتج ان احنا ان شاء الله الحمد لله قدرنا نكسب فرق اربع اهداف. طبعا ده حاجات كتير، منها طبعا عزيمه الاولاد، منها ان هم لاعبين مباريات وديه كتير جدا ومباريات دوليه كتير جدا قبل خلال السنتين اللي فاتوا، واحنا بنعد المنتخب ده بقاله سنتين من يناير 22 لغايه النهارده، فتقريبا لعبوا فوق ال 15 مباراه وديه ودوليه، فبقى عندهم الخبرات اللي تاهلهم ان هم يقدروا ياخدوا قرارات في الملعب، بطبعا سبورت الجهاز الفني وفكره، ان الحمد لله قدرنا ان احنا نريكفر الفرق ثلاث اجوان وقدرنا ان احنا نكسب في الاشواط الاضافيه. دول ولاد مصر، يعني دي مصر ودول ولاد مصر، ان احنا دايما بنعرف عندنا يعني زي ما بيقولوا ما بنفقدش الامل، ما بنرميش الفوطه، احنا بنلعب لغايه اخر ثانيه، المهم ان احنا نعمل شكل كويس. فالحمد لله الشكل الكويس ده استكمل امبارح بالفوز بالمباراه. طيب احنا ان شاء الله الستوب الجايه بتاعنا او المباراه الجايه هتكون مع الدنمارك، ودي مش هتكون مواجهه سهله ابدا. الدنمارك حامل اللقب ثلاث مرات، بس احنا برضو حامل اللقب مره، اعتقد ان المباراه مش هتكون سهله ابدا. طبعا ديفينتلي مش هتبقى مباراه سهله. الدنمارك زي ما حضرتك قلت هم بطل العالم ثلاث مرات من العشر مرات اللي اتلعبوا، احنا ابطال مره ولا اللي هي الاخيره، ولكن حضرتك في السن ده اللي تحت 19 سنه المستويات بتبقى متقاربه، والمستويات بتبقى دايما احنا بيبقى عندنا يعني ادفانتج شويه، ولكن زي ما يعني الماتش في الملعب مش فرقه الدنمارك كويسه، ولكن الماتش في الملعب الماتش ممكن يبقى رايح جاي، ممكن ان انت احنا لسه بنلعبينهم على فكره من ثلاث اسابيع قبل بدايه كاس العالم في السويد، وده كان من احد مراحل الاعداد ان احنا لعبنا السويد والنرويج ولعبنا كمان الدنمارك، كسبنا السويد وكسبنا النرويج ولكن خسرنا من الدنمارك فرق هدفين، ودي كانت مباراه استعداديه، فبالتالي احنا عارفينهم ولاعبينهم وكاسرين عندنا حاجز الرهبه متشال، حاجز الرهبه ان احنا مش ملاعبين الفرقه دي قبل كده. يمكن ده اللي كان في جزر الفارو، احنا ما لعبناش جزر الفارو قبل كده، فكان في شويه يعني لخبطه في الشوط الاولاني، ولكن قدرنا نكسب. الدنمارك لا، لعبناها قبل كده في السويد، ولعبناها قبل كده في خلال السنتين برضو كنا استضفناهم في مصر ولعبناهم، فبالتالي حضرتك احنا كاسرين الحاجز ده. اعتقد ان الولاد هيعملوا مباراه كويسه، اعتقد ان الجهاز الفني على درايه كامله بنقط القوه
القوه والضعف اللي في فرقه الدنمارك. هيعملوا لهم طبعا النهارده هيبقى في محاضرات فيديو وهيبقى في استشفاء للفرقه عشان تقدر ان هي تريكفر بسرعه، وفي نفس الوقت هيبقى في تحفيز للعيبه بالاداء بالمهام الهجوميه والدفاعيه، وكمان حراسه المرمى هيبقى ليها دور كبير جدا جدا جدا. فهيبقى طبعا بيوجهوهم ويقولوا لهم كابتن وليد عبد المقصود هيوجه اللعيبه الحراس ايه مواطن القوه والضعف لكل لعيب، بيشوف فين طريقه ادائه، الكلام ده كله. لان النهارده انا من وجهه نظري اللي هيفرق هو الدفاع، طريقه الدفاع اللي هندافع بيها وحراسه المرمى. ده يمكن ال زي ما بيقولوا مفتاح النجاح دايما، اللي هو في الماتشات الكبيره حراسه المرمى ودفاع قوي وبنقدر نجري فاست بريك، والهجمه تبقى في الهجوم الكوره عزيزه انا ما اتفرطش فيها بسهوله. ده مفتاح النجاح ان شاء الله، واعتقد ان اولادنا قادرين ان هم النهارده يفرحونا ويوصلونا للمباراه النهائيه ان شاء الله يوم الاحد. ان شاء الله الطريق ما كانش سهل، قابلنا اسبانيا وقابلنا البرازيل، قابلنا فرق كتير كبيره وتقيله. اعتقد ان ده هيبقى بقى معانا ايه مخزون خبرات نقدر نستخدمه يوم الاحد الجاي ان شاء الله. اكيد ان شاء الله اذا وصلنا يعني عدينا النهارده، اعتقد ان احنا هيبقى هنلاعب يا اما كرواتيا يا اما اسبانيا. يعني اذا ان شاء الله كسبنا النهارده، اسبانيا لعبناها قبل كده، كرواتيا لعبناها في ماتشات وديه قبل كده، فعندنا يعني خلينا ناخدها بس مرحله مرحله منا ان احنا نكسب بس النهارده ان شاء الله. وبعدين يوم الاحد بقى الاحد هتشوفي المصريين في الفاينل والسيمي فاينل عندهم اداء مختلف خالص، وخصوصا في كره اليد. كره اليد دايما هي يعني احد اسباب الفرحه الرياضيه في مصر خلال الفتره ال 30 سنه اللي فاتت. الحمد لله المنتخب الكبير دايما مشرفنا، المنتخبات الناشئين، منتخبات الشباب، الفرقه دي قبل كده السن اللي هو بتاع 2000 كان كسب بطوله العالم اللي فاتت قصاد المانيا. فعندنا ان شاء الله الخبرات، عندنا البلان، عندنا الاستراتيجيه اللي حاططها الاتحاد ان احنا ان شاء الله نقدر نعمل نتيجه كويسه النهارده، وربنا يكرم ان شاء الله ونوصل للمباراه النهائيه ان شاء الله. كابتن عمرو صلاح امين صندوق الاتحاد المصري لكره اليد واللاعب الدولي السابق، شكرا جزيلا ليك وبالتوفيق لاولادنا ان شاء الله في المباريات اللي جايه.